بيكم معايا في الدرس الاخير من الوحده بتاعتنا، الوحده الاولى جغرافيا. طيب احنا متعودين مع بعض انه اي درس هناخده هنتعرف على كل المحتوى بتاعه من العنوان. طب ايه العنوان بتاع الدرس بتاعنا النهارده؟ العنوان تنميه البيئه الصحراويه. يعني ايه تنميه؟ يعني أنا عندي مشكلة في حاجة معينة فبأصلحها، تنمية زي تصليح، أو أنا بعمل تنمية في حاجة، يعني أنا بصلح في حاجة أو أنا بنميها، يعني أنا بكتر منها بحسنها، تنمية زي تحسين. طيب التحسين ده بيحصل إيه؟ تنمية زي تحسين. أحسن حاجة لازم يكون عندي حاجة مش كويسة علشان أحسنها، زي بالظبط كده لما أعمل تنمية في حاجة لازم يكون عندي مشكلات. طيب يبقى احنا كده عرفنا إن التنمية معناها تحسين، وهنحسن إيه؟ هنحسن مشكلات. طيب مشكلات إيه؟ تعالي نكمل قرايه العنوان البيئة الصحراوية. يعني هنحل مشكلات البيئة الصحراوية وهنحسن. تعالوا ندخل جوه الدرس بتاعنا عشان نعرف ايه هي مشكلات البيئة الصحراوية وايه الجهود اللي بتعملها الدولة علشان تنهي المشكلات دي. أول حاجة قبل ما نتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الصحراوية، هحب أقول لكم إن البيئة الصحراوية دي مستقبل مصر. ليه؟ علشان البيئة الصحراوية بتشغل مساحة كبيرة جدا من مساحة مصر، ويترتب على ذلك انه لو احنا عملنا فيها تنمية هنعمل تنمية في مصر كلها، علشان البيئة الصحراوية تشغل 95% من مساحة مصر. يبقى علشان كده تتركز جهود الدولة على البيئة الصحراوية. يبقى ليه تتركز جهود الدولة على تنمية مشكلات البيئة الصحراوية؟ علشان هي مستقبل مصر، وده علشان برضو تصبح البيئة الصحراوية منطقة جذب سكاني وسياح، يجيلها سياح كتير ويعيش فيها ناس برضو كتير. تعالوا نتعرف مع بعض على بعض مشكلات البيئة الصحراوية. هنا المشكلات التي تعاني منها البيئة عليه.